اهلا بكم البنات، اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو طارت شوكولا. جربوها رائعه. مقادير: معانا 6 حبات بيض، 4 مغارف ماء، 7 مغارف سكر، 5 مغارف فارينه، 3 مغارف كاكاو. حطوا البيض اللي هما 6 حبات، طلعوه جرب الكهربائي حتى يبيض خليط نتاعنا. يبيض يبيض خليط نتاعنا، نزيدو له 7 مغارف سكر، نزيدو نضربو مليح كيما راكم تشوفو الصورة. البنات كي تضرب مليح نزيدو له 4 مغارف ماء، نحركو بسباتيو، نزيدو له 5 مغارف فارينة اللي كنا غربلناها، نحركو من فوق لتحت، نزيدو له 3 مغارف كاكاو حتى هو تاني مغربل، حركوا مليح. هنا نجيبو بلا، نحطو عليها ورق الزبدة، نحطو فوقها الخليط، ندخلوها للفرن لمدة 20 دقيقة بلا ما نفتحو عليه. الشاربات عندنا نص كاس سكر، كاس ماء، نحطوه فوق النار يغلي لمدة 10 دقائق، نحطو له مورف نسكافي. شونتي عندنا الكريمة، 2 كيسان شونتي، 2 كيسان حليب، نضربو مليح. حتى تعقد. البنات جبت لكم طاسه جديده اللي هي الفلون، هي زياده نكهه الشوكولا. هنا نزيدو 3 مغارف فلون، 3 مغارف كاكاو، 2 الحبيبات على الفلون يكون خالط جاهز هلس. البنات هيا جينا الوسط تاعنا بعد ما طابت، نقسمو
قسموها على 2، شربوا الجزء السفلي الشربات، شربوها مليح، حطوا عليها الكريمة. حطوا الطبقة الثانية، شربوها، حطوا فوقها الكريمة. نسوي لها السطح، الكريمة اللي بقات نحطوها في غزاز كما تشوفوا. جبتكم اليوم أستيس الكتابة فوق لاكارت طريقة المحترفين. جيبوا سكين اكتبوا كتابة اللي كتابة اسم أو اللي بغيتو نتوما، علموا. نجيبوا الشوكولا اللي كنا ذوبناها، أتمنى تعجبكم الفكرة. التسييد البنات أنا قلت حتى نوضح، ها هو الشكل النهائي تاع لاطارت تاعنا. أتمنى تعجبكم، جربوها، ما تنساو دعموني، جامو أبوني في القناة، ومع السلامة.